أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن آخر عرض اقتصادي لهذا الأسبوع. أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم بالرباط على دور الحكامة الجيدة في ضمان استدامة أنظمة التقاعد، وأبرز بن كيران في كلمة أمام الدورة الرابعة لمنتدى المتقاعدين المنظم تحت رعاية الملكية أن تعميم الحماية الاجتماعية يكتسي أهمية بالغة في ضمان حياة كريمة للمواطنين. في موضوع آخر، قال المدير العام للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية عمر فرج بالدار البيضاء إن التدابير الجبائية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2016 ترم بالأساس دعم الاستثمار والمقاولة. وأوضح فرج خلال لقاء نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب حول موضوع التدابير الجبائية المتضمنة في قانون مالية 2016، أوضح أن الأمر يتعلق بشكل خاص بتدابير تصب في خانة تشجيع الاستثمار وتسهيل عمليات التصريح والأداء في إطار من الشفافية. قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مليح في العالم اليوم برباط أن صادرات قطاع الجلد سجلت 4 مليار درهم خلال سنة 2014 بنسبة ارتفاع بلغت 2.5% مقارنة مع سنة 2013. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء التي أغلقت جلسة الجمعة على إيقاع الانخفاض بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماديكس، واللذان سجل على التوالي من قيمته نقص 0.15% ونقص 0.16%. وأبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 9057.70 نقطة، في حين بلغ الماديكس وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة باستمرار في البورصة 7429 نقطة. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة في أمان الله.